في وسط ومع تزايد عدد الإصابات بكورونا، انطلقت حملة لتعفير كبرى الأسواق في مدينة الكوت والمرافق العامة فيها. أشرنا الحملة الأولى هذا اليوم بحملة واسعة لتعفير والتعقيم في مركز المحافظة. هذا جاء نتيجة تفاقم الإصابات في المحافظة و استمرارنا لهذه الحملة للقضاء بشكل نهائي والحد من انتشار فيروس كورونا السلالة الجديدة. استمرارنا في هذه الحملة للأيام القادمة أيضا، كذلك أنه احنا مستمرين بالحملة بدءا من 26/2/2020. من خلالكم حقيقة نوجه مواطننا الكريم ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واستخدام المعفرات والمعقمات والالتزام بالحظر. انطلقت هذا اليوم حملة واسعة للتعقيم من فيروس كورونا. الجهد الآلي لمديرية الدفاع مدني واسط بإشراف فرق الاستجابة لحوادث CBRN. إن شاء الله راح نستخدم اليوم المواد المعقمة مثل مادة فرغون أس ومادة الأسبا جيم 10 وتي اتش 4 وكثير من هذه المواد اللي تكون معتمدة دوليا. حقيقة هذا اليوم راح يكون جهدنا فيما يخص مركز محافظة واسط، المجمعات، المولات التجارية، أيضا مركز المحافظة راح يتم حملات يوميا للتقليل من فيروس كورونا. نشكر مديرية دفاع مدن واسط ومديرية زراعة واسط قيام بحملة كبرى داخل المحافظة لتعفير دور المصابين وكذلك الأسواق والمحال التجارية للحد من ارتفاع عدد الإصابات ولوجود إصابات كثيرة داخل المحافظة خلال الأيام الماضية. قامت مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط بتحفير دوائر الدولة بصورة عامة وبالخصوص مديرية دار الوفاء للمسنين في محافظة واسط، وقاموا بالتحفير بصورة عامة وغرف النوم للنزلاء، وكانت هذه المواد الذي قاموا بتحفيرها غير مضرة للمسنين.